هزك ربيع بنص الخريف. شلونك ابو يحيى؟ اهلين بست الكل، لك اهلين بالهدر كله، لك منى عيني منى عيني دوق بس. لا تتحيوان، خليك معدل واحكي دغري. لك ايش بنا عم نهز الورد مشان نشم ريحته، اي دخيل ريحته انا؟ ايش امه؟ بس بالحلال. إخانة ما في كومبلي، بدك تصبري علي شوي لزحلة الرابعة. بالله إن شاء الله مفكر إنه أنا بنزل على ضره. إيه بس الزحلون الأربعة بتجي لعندي بتوقف على ركبة ونص وبتقلي شباكي لباكي، وساعتها بفكر يا بقلك إيه يا بقلك لا. هلا شو بدنا بالعلاق؟ املأ الفراغ. لك بملأه بس من اللي والله ما معي. لك الشغل دائر كتير، لك الناس حق خبز ما معها، شلون حق لحمة؟ لك أنا حتى هذا الصغير تبعي صرفته مشان خفف مصاري. ما دخلني، دبر حالك. معك يومين وهي دفعة على الحساب. ولي إن شاء الله درب الست ما يرد، إن شاء الله سم الآتولي، الله لا يوفقك. يادو اترك الموبايل وركز معي شوي. شوفي عندي مشوار ضروري، شلط نص ساعه بروح وبرجع، بديك تغطي علي. وين بدك تروح؟ عم اقول لك ما بتاخر، روح وبرجع. اذا انكشفت القصه فيها سجن ولعبه ها يا اخي ما رح تنكشف، خلاص ما بتاخر. صار ما صار ما دخلني ها. خلاص انت ما دخلك بس غطي علي اكيد ها. صوتك مو عاجبني، ساعتك موجوعة؟ ايه ملخبطة كتير، ماني مليحة ابدا. ليه اذا بدك بيجي برجعك على الدكتور. لا لا هجرس، لا قلت لك ملخبطة شوي، يعني ما في شي محدد عم يجاني. شبك ليش ما عم تفهم علي؟